أنشطة كتير عم بتصير بلبنان ومعارض كمان كتير عم بهيك عم بتكون بلبنان على امتداده كله، وإن شاء الله يا رب الأحوال بتكون مطمئنة لحتى النشاطات بعد تزدهر أكثر وأكثر، خاصة وأنه نحن مقبلين على موسم الصيف. بإطار المعارض تحديدا بس رحب وأستضيف من صغرتا وصغرتا الزاوية ومن حركة شباب صغرتا الزاوية بيير دويه، أهلا وسهلا فيك. وشفيق غزالي كمان أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي معكم عن معرض الأشغال اليدوية والحرفية الثاني، طبعا يعني عم بيصير للمرة الثانية، وعن أبرز النشاطات يلي عم بتقوموا فيها والإنجازات يلي عم تحققوها كمان بالمنطقة. يا ريت حطونا أكثر بالصورة، تفضلوا. نبلش حركة شباب صغرتا، هي حركة شباب مألفة من شباب من صغرتا وقضاء صغرتا. نعم. الهدف منها إنماء المنطقة بيئيا، ثقافيا، تراثيا، يعني كل شيء بيعيش المنطقة من جديد. حلو. طبعا يعني عم تعملوا هذا الشيء يعني الافعال عم بتكون عم تترجم على الارض، منهم ترميم الحي القديم يلي بدنا نحكي عنه كمان بالاول معكم قبل ما نوصل على المعرض، يلي كمان كل السيدات صغار الناشطات يلي كمان بحبوا يشاركوا بهالمعرض عم بيكونوا مشاركين. خبرني اكثر بيير عن الحي. طبعا نحن بلشنا بترميم الحي السنه الماضيه بالصيفيه، بلشنا بأول شيء بالحجر، إنه نفضنا كل الغبار عن الحي القديم مثل ما بتشوفي بالصور كيف كان الحي، تجمل كله، صار اليوم فينا نعتبره قبلة سياحية وفينا نقول دينية كمان، لأنه في وجود في سيدة صغرتا، كنيسة سيدة صغرتا موجودة هونيك. فنحن أثرنا إنه ننقل الحي، مش بس نشتغل على الحجر انه كمان نشتغل على البشر. اكيد. نحن بلجنه الانماء والتنميه البشريه بحركه شباب صغرتا نظمنا اول مره معرض للاشغال اليدويه والحرفيه بعيد الميلاد. كانت الفكره انه نفرجي نحن المراه الصغرتاويه كيف بتشتغل، انه عندها القدره لتنتج، عندها القدره ليكون عندها نوع من استقلاليه. يعني عرضنا كان في تقريبا شيء 13 سيدة عم تعرض بالمعرض على عيد الميلاد، اليوم عندنا فوق ال 25 سيدة حمسوا. أيوة. سيدات صغرتا ايه خلص صحيح. بيعرضوا عدة انواع، في عندك مثل اشغال الكروشيه، التطريز، بوين دو كروا، وفي كمان المأكولات، في الحلويات اللي كلها بتنعمل بالبيت كمان. المخللات، الكبيس، هالاشياء. كمان واحد اذا بده ياخذ مونتو كمان كل شيء عم يكون موجود بالمعرض. حلو كثير. وكمان عم نشوف يعني الاشغال يلي ما كثير عم نشوفها او بنشوفها ببيروت، يعني الواحد بده يقصد ست البيوت. صح صحيح. على هي الفكره انه كمان نحن نحافظ على هالحرفيات هيدي اللي موجوده، يعني ما تنكرد، يضلوا نشجع هالسيدات يشتغلوا، نشجعهم يكونوا مستقلين يعني اقتصاديا، عرفت كيف؟ لانه اليوم ما في تنميه مستدامه من دون دور المراه، تكون لازم تكون مشاركتها فعاله بهذا الاطار. حلو كثير. يعني عم نشوف مثل ما قلت الفعل مترجم على الارض، ان كان من ترميم الحي اللي صار كثير حلو، صار مقصد يعني من برا معروف، بيجوا المغتربين الصغرتاوي اللي كانوا قبل، يعني حتى وقت انعمل ترميم مثلا كان في تروتوار مش مبين، لا مو في تروتوار مزفتينه قبل. الحي كان كله مليس، طلع كله حجر، وهي اشي فرقت منيح. حتى اهالي الحي فرقت معهم اكيد. هلا شو الفكره الجديده اذا بدكم لبعدين، يعني بلشتوا بهيدا الحي، في افكار كمان بعد ابعد من هيك؟ هلا طبعا نحن كحركه شباب صغرتا الزاويه نحن انشانا عده لجان، فينا نذكر اهم، يعني عندنا اللجنه الثقافيه اللي هي كثير ناشطه، عندنا لجنه الانماء والتنميه البشريه اللي هي عم بتنظم المعرض، عندنا لجنه التجاره والسياحه والاقتصاد، ولجنه البيئه والرياضه. ليش ترك على الاخر اولك؟ ترك الدور لالي هلا انا. فنحن منظمين عملنا، يعني عم نجرب، نحن بنحس انه في فراغ اصلا وين ما كان في فراغ. عم نجرب نعبي نحن الفراغ بجمعيتنا، عم نجرب يكون عندنا انشطه على كل الاصعده بصغرتا وبقرى قضاء صغرتا. هلا نحن عمرنا يعني نحن بلشنا باواخر 2012، يعني بعدنا مبلشين، بعدكم جديد وهالقد صرتوا عاملين، يعني فينا نقول انجازات، منه شيء هين انه الواحد يخطط وينفذ دغري.
صحيح. هلا نحن كسبنا ثقة من كل الصغرتاوية كانوا مقيمين او مغتربين اللي هن لنا الفضل يساهموا بدعم هذا المشروع، لانه نحن لما بلشنا بترميم الحي بلشنا بصندوق الجمعية اللي كان فيه 500,000 ليرة بس. فالناس تحمست شافونا عم نشتغل نحن بايدنا عم نظبط. هل قد محمسين يعني؟ طبعا أي. فدعمونا وساهموا هن بإعادة الحي مثل ما كنا شايفينه يعني. هون بدنا نعرف دور لجنة الشباب والرياضة شفيق، يعني لازم تقول شيء تخبرنا عن نشاطاتكم. لجنة الشباب والرياضة هلا عنا ب 26 الشهر حملة بيئية بقلب صغرتا. نعم. بعدنا عم نحط النقط شو بالضبط وكيف. بس انه شيء اكيد اجمالا بتضمن التوعيه، بتضمن التوعيه بقلب صغرتها. نعم. من الصغار للكبار للمدارس للكل. قد عم بيكونوا محمسين الاهالي يعني مثل ما ذكرتوا يلي عم بيكونوا موجودين ومقيمين بصغرتها او يلي هن هلا منهم بقلب صغرتها يمكن يعني بيروت او خارج لبنان كمان، خبرونا عن حماسهم قد عم بيكونوا مبسوطين بكل الانجازات يلي عم يحققوها. سالي تليفونات لبيير. ايه هلا الفكره انه اول شيء يمكن اول مره بتصير انه جمعيه من المجتمع المدني طالعه مش مدعومه يعني رسميا. نعم. بتبلش بهيك نشاط. فالناس لما شافت على الارض، نحن اول ما بلشنا ما عملنا لا اعلام ولا شيء، بلشنا نحن نزلنا على الارض، فالناس صارت تحكي وتشوف. ونحن استعملنا كمان صفحتنا على الفيسبوك اللي هي ساعدت كثير المغتربين يشوفوا شو عم بيصير، وبلشوا يتصلوا فينا انه نحن كيف فينا نساعد. لا لانه شافوا شيء على الارض. أكيد. يعني نحن ما نظرنا وما حكينا، بلشنا دغري بالعمل. وكحركه شباب صغيره الزاويه نحن على طول عم نفعل، يعني على طول بنحط مشاريع ومنبلش الشغل دغري فيها. هذا اللي عم يخلينا احنا نكسب ثقة الناس كلها. حلو كتير. بدي اذكر بالمعرض اكيد يلي رح بيكون افتتاحه ب 28 الاراد يوم الجمعة وبيستمر ل 30 الشهر، يعني 28 29 و 30 الشهر. حوالي 25 سيدة صاروا مشاركين مثل ما ذكرت، من 13 14 ل 25 يعني دوبل وشغلة كتير حلوة. طبعا هلا أول شيء نشكر للسيدات على نشاطهم. هن ستات بيوت ولا؟ هن كلن ستات بيوت. طبعا ف يعني أول شغلة احنا منهنين إنه هالسيدات هن عم يستغلوا وقتهم ليعملوا شيء لينجوا. ونحن كحركة شباب صغيرة الزاوية عم نجرب نساعدهم لتصريف أعمالهم، عم نجرب نشجعهم يعني من ضمن خطة التنمية البشرية اللي احنا عم نشتغل عليها. فخطوة كتير مهمة أكيد إنه تشجعوا نزلوا بيعوا أغراضهم عم يعرضوهم. نحن حابين نساعدهم أكثر، عم نجرب نشتغل نسوق لهم بعد أكثر بشتى الطرق يعني. وحيكون في مثلا بهذا المعرض حيكون في جائزة كمان لأفضل عارضة، أفضل امرأة أو سيدة عارضة. بنحط نحن كريتيريا معينة، مواصفات معينة، لنجرب نشجعهم كيف بدهم يعرضوا بضاعتهم، كيف بدهم يسوقوا، يتحمسوا. عرفتي كيف نشجعهم؟ نعم. هن بس للسيدات الصغيرتا بحق لهم يشاركوا يعني؟ هاي هي الفكره. الصغيرتا والقضاء يعني انت بتقول صغيرتا. اوكي صار في يشارك انا على فكره. لو انت عارف قادر كثير كثير منيح. نعم. فهي العمليه كمان انه بدنا نجرب نحن نسوق المعرض. كمان عاملين جوائز للزوار على 3 أيام، كل يوم حيكون في سحب على جائزة. كمان بيجي الزائر بيسجل اسمه على نقطة الاستعلام. نعم. وبيصير في سحب على جوائز على مدى 3 أيام. حلو. كمان تنشجع الناس تجي تشوف يشجعوا الصناعة المحلية، يشوفوا المرأة الصغرتاوية طبعا اللبنانية. أكيد. انه نحن انه فيها هي تنتج، فينا نحن ندعمها، فينا نساعدها لتتقدم وتطور نفسها. يعني كمان هيدا هيك نشاط سياحي خلينا نقول. شيء أكيد. منيح مشان الحي يعني. بيجوا العالم بيتعرفوا على الحي، بيشوفوا الحي وين كان وين صار. حتى المحلات اللي بقلب الحي في مشروع يتقسم كل واحد انه هاي يصير هيك، هيدا يصير هيك، تيستمر. حلو كتير يعني هيدي الافكار كلها هيك لحتى تنشيط خلينا نقول السياحه المحليه كمان. ليش لا، شغله كتير حلوه. الواحد قد ايه هو بينبسط بمنطقته انه في ناس عم تفكر، في ناس عم تفعل كمان. هيدا شغله كتير مهمه وكلها من الاهالي هن يلي عم بيساعدوا ويساندوا بعضهم طبعا. اكيد شغله كتير مهمه. شفيق عم بتلحق بين يعني البطولات اللي عم بتقوم فيها والبحر عم تقطع من محيط لمحيط؟ انا بوجود بيير والشباب ملاحقين ماشي الحال.
طبعا يعني بيعرفوا شفيق او يعني ما بيعرفوه محقق انجازات كثيره لازم نذكرها يعني. بس ذكرنا من وين لوين قطعت؟ جيت من 2010 من قبرص على لبنان روينج يعني حاسكه تجديف نون ستوب 38 ساعه بلا نوم بلا مع هيدا كله ناشط وعم تعملوا كمان مثل ما قلنا انجازات كثيره بهيدا المجال بصغرتها، يعني ما بعرف كمان هون لكل السيدات كلهم لحقوا يشاركوا بالمعرض ولا في اشخاص يمكن او سيدات ما عرفوا بما انكم ما كثير يعني حكيتوا بالاعلام؟ طبعا هلا نحن السيدات اللي شاركوا قبل رجعوا شاركوا مره ثانيه، ونحن عممنا يعني بمحيطنا انه اللي حاب يتشارك تحضر حالها اكيد قبل نحن بشهرين نحن عم نقول لهم اللي حاب يتحضر، اكيد في سيدات كانت حابه تشارك وما عندها وقت كمان يحضروا حالهم لانه حنجرب نحن كمان نساعدهم، بس حنجرب نطور الفكره يعني مش تضل باطار معرض عادي، عم نجرب كل مره نطور فكره المعرض أكيد. عرفتي كيف؟ لنستقطب كمان زوار اكثر وننوع المنتجات اللي موجوده داخل المعرض. طبعا. وحبينا نحن كمان نجيب لك معنا صينيه من شغل احد بيه. السيدات مرسي. اللي عارضه مرسي كثير بفكروها واسطه، ايه عندي واسطه؟ عندي واسطه على عندي واسطه من فوق. مرسي كثير مرسي كثير كثير حلوه الصينيه هذه احدى يعني سيدات شغلتها تاخذوا فكره عن نوع الشغل. مرسي كثير وتحيه للسيده شغلتها، بتعرفوا مين الاسم ولا لا ما عرفت انا مين اي سيده؟ مرسي كثير على كل حال كلكم ذوق وعلى كل حال كرم أصغرتوية معروف يعني مش انه انا بدي احكي عنه الكل بيعرفه بجميع يعني الاصعده مش بس هيك كتقديم الهدايا كمان كرمكم بالاكل الغير شكل، واذا بدكم مونه كمان اوعى تتاخر ولا تكي لانه بالمعرض رح تلاقوا من أطيب المون. في شيء كبة ما كبة وهيك ولا لا؟ لا مأكولات هيك جاهزة مش عاملين، بس بنعمل لك في مين يعمل لك كل حال ما تعطي. مرسي كتير بدي أتشكركم كتير بدي أتمنى لكم كل التوفيق، كل حال عم تفاجئونا يعني بتسارع النشاطات مش من زمان كان أول معرض هلأ المعرض الثاني، فمنوعد حالنا كمان بعد بأنشطة كتيرة معكم مثل ما أسمكم حركة شباب صغيرة الزاوية، يعني حركة عمجد هي فيها حركة والحركة فيها بركة إن شاء الله دايما كمان بهيدا النشاط. بدي أتشكر حضوركم من جديد بيير دويهي وشفيق غزالي، بذكر المعرض افتتاحه نهار الجمعة 28 أذار على الساعة 5 صحيح مزبوط، وبيستمر لا 30 أذار الأراد من أي ساعة لأي ساعة الأيام التالية؟ يعني هو مبدئيا من بعد الظهر بيفتح المعرض أبو إبو، وفي كمان مذكر أنه في كيرمس للأطفال أنه عم بتنظمه جنس ماريا بصغرتها، يعني في كمان العائلة تجي يجيبوا أولادهم، الأولاد بيلعبوا والأهل بيتفرجوا على المعرض. نحن بندعيكم وبندعي الجميع يجوا يشرفونا على المعرض. نشكرك نشكر أهلا وسهلا فيكم على استقبالكم. أهلا وسهلا فيكم موفقين دائما. أهلا وسهلا وتحية لكل طبعا أهالي صغرتها ومشاهدينا كمان بصغرتها. مشاهدينا فاصل ونرجع.